بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. لم يكن تآمرا على الأهلي ولكن على الكرة المصرية، جريمة لا تسقط بالتقاضي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة 802، يذكر بها المهندس عدلي بمؤامرة كانت على الكرة المصرية مش الأهلي. تستحملني شوية؟ شويات. وأنا أنظر إلى ما فعله الأشقاء العرب الأسيويين والأفارقة، أولئك الذين لم يوفقوا في العبور، أو أولئك الذين عبروا إلى 16 ثم المغرب التي تجاوزت إلى دور الثمانية، والكل يشعر مؤكد بالحسرة، مؤكد، وإن كان يندفع بحكم إن الانتصار أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي، لأنه برضه هو انتصار للقومية العربية، انتصار لأفريقيا، انتصار إن قدرة من ينظرون إليه إنه عالم ينمو وتالت ومش عارف إيه على النهوض. فطبعا المرة فاتت احنا قلنا بأمارة ايه؟ وهو الحقيقة بأمارة ايه؟ بس رجعت استرجع المشاهد فقلت لنفسي انا بقى هو صحيح بأمارة ايه؟ هو حجم الذي حدث للنادي الاهلي، يعني انت لما تشوف المغرب اخذت بكل اسباب دراسة كيفية التفوق عبر سنوات مع اول اخفاق، ما عادوش بقى يقولوا ايه؟ اقصونا تأمروا علينا في رادس، لا، أخذوا بالأسباب. طب إزاي نستفيد من دي إن إحنا ناخد مكاسب تانية؟ واشتغلوا بصدق لصالح الكرة المغربية، يكسبوا الكونفدرالية طبعا، شفت إزاي كسبوا بطولة دوري الأبطال، ومن ثم السوبر تأهلوا إلى كأس العالم وما راحوش يتفرجوا، راحوا وهم عارفين بيعملوا ايه. فكل النتائج المقدمات تشي بالنتائج. احنا بقى حتى المره اللي وصلنا فيها كاس العالم رايحين مترهلين، حاله من الفوضى، حاله من الاستقطاب. احنا شفنا يعني ناس، مش هتكلم في البتاع، لكن كل الناس عارفه اللي حصل في روسيا، وقبليها عارفة اللي حصل في كأس الأمم الإفريقية هنا في مصر، وبعديها عرفوا اللي بيحصل للنادي الأهلي وكيفية التآمر على إيقاف مسيرته الناجحة الدولية والإقليمية. ما هو الإقليمية خطوة ناحية الدولية، لو كنت كسبت أنت ورحت كأس العالم أندية تاني كنت هتقترن ببونتو ولا حاجة كده مع ريال مدريد. لكن إزاي النظرة الضيقة، أولئك الذين لا يرجون الخير للنادي الأهلي. ومضى الأمر بعد تحديد المتسبب والمتسببين، نصلح نفسنا؟ لا، نتمادى في كل اتجاه، كل المؤسسات الرياضية هديك عارف موقفها، يد، سلة، طايرة، قدم، في كل الألعاب الجماعية، ولو يقدروا عليك في الألعاب الفردية كانوا عملوها، لكن ما يقدروش لان انت واخد في وشك وازح بقوتك الكامنه وكوادرك اللي بقالك عشرات السنين بتجهزها، وهم طبعا غافلين يعطلوك في الالعاب الجماعيه. طيب هو احنا هنا بنأذي النادي الاهلي؟ لا لا لا، احنا بنأذي الكره المصريه، احنا بنأذي ان احنا بنفوت فرص العمل الجاد الصادق